السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكويت ديجا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم قرص او قراشل بلديين، كيجيو خفاف كيجيو رطبين. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، ونخليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. انا غنعطيكم هنا المقادير، في نفس الوقت غادي نخدمو مع بعضياتنا هاد القرص ديالنا. غادي ناخدو جوج ديال الكيسان ديال الماء اللي هو سخون، غنضيف عليهم جوج كيسان ديال اللبن، ممكن تستبدلوه بالحليب. غادي نضيف كاس ديال سنيدة، وغادي نضيف صاشية ديال الروح ديال الزهر، وغادي نضيف معلقة ديال الخميرة الفورية، خميرة الخبز. كذلك غنضيف جوج معالق ديال الزنجلان محمر، وجوج معالق ديال النافع، وحبة حلاوة، ونخلط هادشي مزيان، ونضيف عليهم البياض ديال البيض، كذلك الزيت، كاس ديال الزيت المائدة. صافي، نخلط هادشي مزيان، وغادي نخليه يرتاح شي شوية. عاد نضيف عليه الدقيق، انا غنبدا نضيف الدقيق شوية بشوية، ونزيد عليه واحد الخمارة، وغادي نبدا نخلط غير بيدي. انا تقريبا هنا هزت ليا واحد 950 غرام ديال الدقيق. هاد العجينة خصنا مني نعجنوها خصها تكون خفيفة باش كتجينا خفيفة ورطبة. انا غادي نبقى مستمرة حتى نجمع العجين كامل. وهنا مني تجمعت العجينة مزيان ودخلت فيها ديك 950 غرام ديال الدقيق، غادي نخليها تخمر. هنا مني خمرات العجينة وتضاعف الحجم ديالها، كناخذ شوية الزيت في يدي، وكنبدأ به كنفرغ ديك العجينة من الهواء اللي فيها. ضروري ديروا الزيت لان العجينه كتكون خفيفه بزاف كتلتصق في اليد. صافي، غادي ندهن يدي بزوج، ونبدا ناخذ هكذا كويره، وندير كويرات. انا درتهم هكذا حجم شويه كبير، نتوما غديروا الحجم اللي بغيتو، ديرهم صغار ولا كبار كيف ما حبيتو. انا غادي نبقى مستمره كندهن الزيت وكندير كويرات، وفي حالتي الا التصقت لكم العجينه في اليدين ديالكم بزاف، حاولوا توصلوا يديكم وعاود رجعوا خدموا هاد العجينه. يا راه كما قلت، قد ما كانت خفيفه العجينه قد ما كتجي رطبه وكتجي مهوية. انا غنبقى مستمرة ان شاء الله حتى نكمل العجينة كاملة.
وهنا ملي كملت الكريسات كاملين غادي نجيب شويه ديال البيض، هاد الصفار البيض اللي خليت غادي نديرو مع الحليب وغندهن به هاد الكريسات كاملين، ومن بعد غادي نخليهم يخمروا، وقبل ما ندخلهم للفران غنعاود ندهنهم وداك الشيء اللي غادي يبقى ليا ديال البيض، وغادي ندردر عليهم شويه ديال الزنجلان. الفران انا سخنته مزيان تكون درجه الحراره مرتفعه، ومن بعد كنقصوا عليه وندخلوهم يطيبوا. وهالكريسات ديالنا ملي خرجتهم من الفران كيجيو غزالين، كيجيو رطبين ومفشفشين، نتوما كيفاش كيجيو. غادي نقسم معكم حيدة من الداخل تشوفوها كيفاش مهوية ورطبة، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها، وان شاء الله الى فيديوهات قادمة ديال الحلويات ديال العيد ان شاء الله. والسلام عليكم.